نعم أخويا سي أحمد تاشفين، يعني السؤال كان هو رأيي في الانتخابات في المغرب. انتخابات في المغرب مهزلة، جريمة ضد هذا الشعب. واش هذه الانتخابات غتجاوبنا على سؤال ديال الديمقراطية اللي ما كيناش وما عمرها غتكون في ظل الملكية؟ غتجاوبنا على التشغيل؟ واش من اللي كيطلع بالكدار مع كيطلع كيقول لنا انا كنقول المعطلين او ما يسمى بالمعطلين، كيدير يدير في راسه بحالكم بحال شكل ديال القدافي مع تاشو. انا كنقول المعطلين او ما يسمى بالمعطلين، واش غادي تحق لنا بالزرواطه؟ واش الفساد وعلى راسه امير المفسدين محمد السادس غادي يحيد بهذه الانتخابات؟ واش هذه الانتخابات غادي تجاوبنا على هذا الشيء؟ هذه هي الاسئله اللي مطروحه. واش الجزيره في اليونان اللي تشرات ب 320 مليون دولار باش تشريها محمد السادس الشفار، اللص اكبر لص في تاريخ البشريه، محمد السادس شرى هذه الجزيره، غادي ياخذها المغرب ولا غتبقى ليه هو؟ واش غادي يرد لينا فلوسنا اللي يسرق ونهب؟ هذا النهب والسلب اللي كيدير غادي يتوقف بالانتخابات؟ المواطن البسيط اشنو غادي يدير ليه هذه الانتخابات؟ واش غادي تحل ليه المشاكل ديالو؟ فهو ما كيشغلوش، يعني بيطالي كيبطلوه، مهمش كيتعذب، كيدوز عليها بوليسي يصرفقو، كيدوز عليها مردة كيشبع فيه سبان، كيتغتصب ولا هدر يمشي للحبس، يغتصبوا ليه ولادو وما عرفتش شنو كيديروا ليه، ولا هدر يرعف. حنا خويا ما يعني على هاد التكرفيس اللي كنعيشو، حنا خاصنا بعد الحرية هي الأولى عاد نشوفو انتخابات. الحرية اللي هي مطلب أساسي، لأن اللي ما عندوش الحرية ما عندوش الإرادة، واللي ما عندوش الإرادة ما نطلبوش منه يصوت في الانتخابات ولا نطلبوا منه شي حاجة. واش المغرب كيف ما كتعرفوا باقي مستعمر لحد الآن؟ مستعمروا وليدات فرنسا اللي خلى لينا فرنسا باش خرجات، وانتوما مازال باغي الانتخابات. اش غديروا بهاد الانتخابات؟ انتخابات صورة صورية، الملك تيدير دوك الناس كيعينوهم وكيديرهم باش يبقاو هما ينهبوا ويخلوا هو ينهب داكشي الكبير. انتوما كتشوفوا هذيك 400 مليون 800 مليون مليار كيديوها كتمشي كتخسر على البرلمان، وشوفوا شحال كيدي هو اللي كينهب وكيسرق الملايير، راه كيدي لكم شي خيرات وكيفقر في البلاد وكينهب وكيسلب، ودابا راه غادي كيتزاد عليكم في الديون، راه كيهز في الديون على المغرب، راه ما غادي يخرج هو، راه غيخرج غيخرج بغيتو نتوما يا العياش ولا كرهتو، هو خارج ولكن ما غادي يخرج من المغرب، حتى غادي يخلي المغرب قمة في الديون، غادي يخلي المغرب يعني في الديون تخدموا 400 عام ولا 500 عام وما تخلصوش الديون اللي غيخلي عليكم محمد السادس، لانه كيكرهكم وكينتقم منكم وسرب لكم العياشه. رايي في الانتخابات احنا ما مصوتينش، وخص الشعب المغربي يقاطع الانتخابات. اي حر اي حره قاطعوا الانتخابات، ما تمشوش ليها مهزله هذه، على الاقل ما غتقدر دير والو، ولكن يعني ما تعطيش واحد القيمه لهذا الحمار السادس اللي كيهضر على هذه الانتخابات، ما يشارك حتى واحد. هذوك الفقهاء ديال المساجد اللي غيقولوا ثاني راه اللي ما شاركش في الانتخابات راه هو كافر ولا شي حاجه ولا ما غيدخلش الجنه، راكم انتم اللي كفار، راه ما عندكم لا دين لا مله، لانكم ما استنكرتوش موازين، ما استنكرتوش ان محمد السادس هو الرئيس الفعلي، ما استنكرتوش السرقه ديالو، وهذه الجزيره اللي شرب 320 مليون دولار ما استنكرتوش والو، بالعكس كتدافعوا عليه. اذا انتم يا متواطئين معاه في اللعبة. ما مصوتينش. الجمهورية هي الحل، حتى يتحقق الجمهورية وتحرر البلاد عادي يمكن لينا نهضروا على الانتخابات. شكرا أخ أحمد.